السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، جبريل يسأل والنبي يجيب صلوات الله وسلامه عليهما، دروس جديدة في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال سديد وجواب موفق فريد، ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمعلم والمجيب هو نبينا الجليل صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم، وقد اتفقنا على اختيار رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال الإمام: حدثنا أبو خيثمة، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد،
أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وعمر يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال السائل الكريم: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، لازلنا بفضل الله وتوفيقه ومدده للقاء السابع على التوالي مع هاتين الكلمتين الجميلتين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني أبي. قلت: حدثني أبي منهج تربوي مفتقد في الغالب، وإلا فبيوت المسلمين بفضل الله جل وعلا لا تخلو من المربين الأفاضل الأكارم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا منهم. يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي منهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة الآن لأسباب كثيرة وخطيرة. أول هذه الأسباب استقالة الأسرة، وقد تحدثت بالتفصيل. ثانيا الفراغ، وقد تحدثت في هذا بالتفصيل. ثالثا صراع الأدوار بين الوالد والوالدة، بين الزوج والزوجة. ثم تحدثت أيضا عن الذوبان كسبب خطير. ثم تحدثت عن الشارع. ثم تحدثت عن المناهج التعليمية. ثم تحدثت أيضا عن وسائل الإعلام. وحديثنا الليلة بفضل الله جل وعلا في أسباب حاجتنا لمن حدثني أبي، سأتحدث عن أسباب في غاية الخطورة والأهمية. من بين هذه الأسباب التي سأذكرها الليلة إن شاء الله تعالى ضعف دور المؤسسات الدينية الدعوية. يبرز منهج حدثني أبي وتحتاج إليه البيوت وتحتاج إليه الأسر لضعف دور المؤسسات الدينية على مستوى الأمة. وهذا واقع لا ينبغي أن نتجاهله. لكنني أدين لله ابتداء أنه قبل أن نحاكم المؤسسات الدينية في الأمة يجب علينا أن ننظر ابتداء نظرة عادلة إلى هؤلاء الدعاة والخطباء والأئمة والوعاظ والتربويين. هل وفرنا لهم بالفعل الأسباب والإمكانيات والبيئة التي تعينهم وتساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي تنتفع به الأمة بصفة عامة وينتفع به أولادنا بصفة خاصة؟ اسمحوا لي أن أقول بأمانة شديدة وبصدق واضح: لا، لم تمنح الأمة إلى الآن هؤلاء السادة والقادة من الأئمة والخطباء والوعاظ، لم تمنحهم الأمة إلى الآن المكانة التي تليق بهم، ولم تمنحهم إلى الآن الأموال التي تغنيهم عن أن يمد واحد منهم يده إلى غيره وتوفر له
ولم توفر الأمة للواحد منهم أو لهؤلاء الأفاضل المكتبات العلمية التي يحتاج إليها كل إمام وكل خطيب وكل داعية، فلا ينبغي على الإطلاق أن نحاكم هؤلاء، لأنني أسمع محاكمة يجلد فيها هؤلاء الأفاضل جلدا، يجلد هؤلاء جلدا. وبكل أسف هؤلاء ساهم الإعلام أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ساهم الإعلام على مستوى الأمة في التنقيص والتحقير والتقليل من شأن هؤلاء السادة، من شأن هؤلاء السادة. نعم والله إنهم سادة، والله إن الأئمة والخطباء والوعاظ والعلماء والله إنهم سادة الأمة، والله إنهم سادة الأمة، ويجب أن يكونوا أغنى الخلق في الأمة وأغنى الناس في الأمة، حتى لا يمد عالم يده، حتى تكون كلمته من رأسه لا تتأثر كلمته بمن يعطيه. يجب أن يكون هؤلاء أغنى الناس في الأمة. أنا أتألم غاية الألم حينما أقرأ في الأعمدة الصحفية وأقرأ في المقالات وفي الجرائد وفي المجلات، بل وأنتم تتابعون في بعض الأفلام وفي بعض المسلسلات التي تتعمد أن تظهر هؤلاء بصورة مؤلمة وبصورة فاضحة وبصورة مخزية، تصور فيها الإمامة والخطيبة والواعظة والعالمة والداعية إلى الله تبارك وتعالى على بصور لا أحب أن أكررها، يعف لساني عن ذكر هذه الكلمات لأنني لا أريد أن أنتقص قدر إخواني من حيث أدري ومن حيث لا أدري، لكنكم تعلمون وتتابعون الواقع متابعة جيدة. ساهم الإعلام مساهمة واضحة في التحقير والتقليل من شأن هؤلاء الأفاضل، فواجب على الأمة ابتداء أن تمنح هؤلاء مكانتهم، ثم بعد ذلك توفر لهم الإمكانيات من المال ومن المكتبات العلمية الجامعة، ثم بعد ذلك تحاسب هؤلاء. أما أن نجلد هؤلاء جلدا، انظر إلى زي الشيخ، الشيخ مدروش، الشيخ مدهول، هكذا يقولون، الشيخ مدروش، الشيخ مدهول، الشيخ ريحته تقرف، الشيخ ملابسه رثة وسيئة، الشيخ 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 الإمام الواعظ الداعية. والميكروسكوبات المركزة على هؤلاء تظهر القذاة في عين الواحد من هؤلاء، ونرى الجلادين لهؤلاء في كل وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو مرئية، يعني يلتقطون كل زلة وكل هفوة للنيل من هؤلاء الأفاضل ومن هؤلاء السادة. لذلك أنا أطالب المسؤولين في أمة الحبيبة بصفة عامة وفي بلد الحبيب مصر خاصة، في بلد الأزهر، أن يعطوا الأزهر قدره ومكانته. ولا ينبغي أبدا، والله الذي لا إله غيره أقولها تدينا لله، والله لله أنا لست أزهريا، حتى لا يتصور أحد ممن يتابعونني الآن خارج مصر أنني أنتصر للأزهر، والله لست أزهريا، ويشرفني أن أكون أزهريا، بل ويشرفني أن أكون تلميذا صغيرا لأي شيخ من مشايخنا في الأزهر، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. لكن أقول لا يجوز أبدا أن نقلل من شأن الأزهر أو أن نقلل من دور الأزهر أو أن نحقر علماء الأزهر أو علماء الأوقاف أو الوعاظ، سواء كانوا في المؤسسة الرسمية في مصر أو في المؤسسة الرسمية في أي بلد مسلم، كعلمائنا مثلا في دار في لجنة الفتوى أو في هيئة الإفتاء في السعودية أو في أي مكان آخر. لا يليق أبدا أن نقلل من شأن ولا من قدر هؤلاء، لأنهم سادة ولأنهم قادة. فأنا أقول الأزهر كان ولا زال وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل، أقول ذلك لله. ولذلك أنصح شبابنا ألا يستهينوا أو يحقروا أو يسفهوا علماءنا في الأزهر، فنحن نرى بفضل الله تبارك وتعالى من علمائنا من أجلس أنا شخصيا بين أيديهم متواضعا لعلمهم متواضعا لفضلهم. نعم يا إخوة، لا ينبغي على الإطلاق
أن لا يرى الإنسان إلا نفسه، لا يجوز أبدا أن لا يرى الإنسان إلا نفسه. الشاهد أنا لا أريد أن أطيل، لأن القلب مليء بالجراح ومليء بالآلام، وأتألم أشهد الله غاية الألم حينما أقرأ كلمة واحدة تنال من أخ فاضل أو إمام فاضل أو داعية فاضل من إخواننا وسادتنا وأئمتنا وشيوخنا وعلمائنا، سواء كانوا من الرسميين أو من غير الرسميين، لأنني أرى أن هؤلاء أصبحوا الحائط المائل الذي يتسلق عليه كل قزم يريد أن يعلو ويريد أن يشار إليه بالبنان، فلا ترى أحدا يتطاول بقلمه ولا بكلامه على أهل التحلل الأخلاقي مثلا، ولا على أهل التطرف الأخلاقي السلوكي والقولي، وإنما لا ينال أحد إلا من هؤلاء. وأنا أقول بفضل الله جل وعلا، يعني هذه سنة ربانية وسنة كونية، لا ينبغي لسادتنا ومشايخنا وإخواننا أن يحزنوا وأن يتألموا وأن يتوقف الواحد منهم لأنه ينال منه. لأنك أخي الحبيب لابد أن تعلم، ولأنك أستاذي وشيخ الفاضل، لأنني نخاطب الآن علماءنا، وهذا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله من علامات الساعة أن يخاطب التلميذ أساتذته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول اعلم أخي الحبيب وأستاذ الفاضل وشيخ الجليل الكريم، اعلم أنه لم ينجو أحد من الرسل والأنبياء من النيل منه. لقد نال الناس من سيد الناس، نال الخلق من خير الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نال الخلق قبل ذلك من جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. يعني لم يسلم نبي ولا رسول من لدن آدم إلى نبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. بل أقول لك، اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شرفه، واتهموه في بيته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو القائم على صيانة الحرمات لا في بيته بل في بيته وفي أمته، ومع ذلك نال الناس منه، اتهموه بالجنون واتهموه بالسحر واتهموه بالكهانة إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. بل أقول لك لقد نال الخلق من خالقهم، لقد نال الخلق من خالقهم، أمر عجب. نعم والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فأنا يعني أذكر أحبابي ومشايخي وأساتذتي من الأئمة والوعاظ والخطباء والدعاء ألا يحزنوا، وهذه سنة كونية شاءها ربنا تبارك وتعالى وأرادها وقدرها، فامضي على الطريق وامضي على الدرب، وكفاك نبلا وشرفا أنك سائر على درب محمد بن عبد الله، وعلى درب الخليل إبراهيم، وعلى درب موسى، وعلى درب عيسى، وعلى درب يوسف، وعلى درب نوح، على درب السابقين الصادقين من الرسل والأنبياء. فأبشر. فأنا أقول حقيقة قبل ما أبين ضعف دور المؤسسة الدينية في الأمة، كان من الواجب علي أن أقدم بهذه المقدمة حتى لا يتصور أحد أنني أشارك الجلادين في جلد هؤلاء السادة وفي جلد هؤلاء القادة من أهل التربية وأهل التوجيه في المساجد وغيرها. لا، لست من هؤلاء، بل أنا منهم، بل أنا واحد من هؤلاء الدعاة إلى الله جل وعلا، ويشرفني أن أكون منهم، بل أراني متسلقا على مائدتهم الجميلة الجليلة. ويعلم الله لولا يعني حاجة الأمة، فكما أقول دائما قد ينطلق المرء في الحديث من شعوره بالمسؤولية لا من شعوره بالأهلية، أقول لولا ذلك لجلست أنا شخصيا بين أيدي الكثيرين من سادتنا وشيوخنا وعلمائنا لأتعلم منهم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني وعن الأمة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأقبل رؤوسهم، بل وأقبل يعني كثيرا من أيادي، أقبل أيدي الكثيرين منهم بفضل الله جل وعلا، يعني أقول ذلك وأفعله بفضل الله تبارك وتعالى، بل وأتشرف بذلك. فأنا أقول أنا لا أجلد مشايخي وإخواني مع الجلادين، إنما إن كانت الأمة إلى الآن لم توفر لا الوقت ولا المال ولا المكتبة العلمية المتكاملة لك
أخي الحبيب وشيخ الفاضل لتستطيع أن تؤدي رسالتك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فأنا أقول لك، أقول لك واقبل مني هذه الكلمات، فهي كلمات أخ محب وتلميذ لمشايخه وأساتذته الأفاضل، أقول لك: لا تجعل عملك الدعوي وظيفة، بل اجعله رسالة. هذه كلمات تكفي، وأسأل الله أن تكون مهذبة مؤدبة. لا تجعل عملك الدعوي في المسجد أو في أي مؤسسة دينية، لا تجعل عملك هذا عملا وظيفيا حكوميا تقول والله أنا أعطيهم على قد فلوسهم، لا لا، بل اجعله رسالة، بل هي أشرف رسالة. نعم، أقول هي أشرف رسالة، بل أنت في أشرف وظيفة، إنها وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء، إنها وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنا أقسم لك بالله، والله لو جعلت عملك الدعوي رسالة للرب العلي على منهج وطريق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لهيأ الله عز وجل لك الخير، ولرزقك الله جل وعلا من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. وبين يدي نماذج بفضل الله أعرفها شخصيا من خطباء الأوقاف ووعاظ الأزهر، أعرفهم، فمنهم من هو أخي، ومنهم من هو شيخي، ومنهم من هو تلميذي، وأفخر وأعتز بذلك من هؤلاء بفضل الله جل وعلا، من صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى، وجعلوا عملهم الدعوي رسالة يرضون بها ربهم ويرضون بها نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحركون وقلوبهم تحترق لواقع هذه الأمة، ليستل أحدهم جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية. نعم، ينام أحدهم وهمه في الدعوة إلى الله، يجلس أحدهم في أي مجلس وهمه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أعلم كثيرا من هذه النماذج المشرفة، وأعلم أن الله قد وسع عليهم وقيض لهم بفضل الله تبارك وتعالى، وسخر لهم وهيأ لهم سبل الرزق الحلال بفضل الله جل وعلا. لأنني أعجب من أناس يتلقون الدين من رجل ثم يتهمونه في دنياه، أعجب من ذلك، أعجب من أناس يتلقون الدين من رجل من أهل الدين والعلم ثم يتهمونه في دنياه. يا أخي، إذا كان ربك جل وعلا يرزق الكفار، نعم ربك يرزق الكفار، أفيرزق ربك الكفار وينسى جل وتعالى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ اسمع مني تاني، اسمع مني تاني، بقول لحضرتك: ربك يرزق الكفار، أفيرزق ربك الكفار وينسى جل وتعالى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ جل جلال ربي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا أريد أن أطيل. الشاهد أخي الحبيب وشيخ الفاضل، اجعل عملك الدعوي رسالة، لا تجعله وظيفة. اجتهد في إعداد الخطبة، اجتهد في أن يدخل إليك الشاب من أولادنا في بيت من بيوت الله الذي اختارك الله جل وعلا وجعلك الله إماما له، اجتهد في أن يدخل الشاب ليسمع منك ما يتعلق بهمومه، ما يتعلق بمشكلاته الخاصة. وهذا ما أريد أن أركز عليه في ضعف دور المؤسسات الدينية، وفي ضعف دور الدعاة إلى رب البرية سبحانه وتعالى. ما ينفعش أبدا يدخل الشاب عندي ويأتي إلى مسجدي، ويملأ الشباب المساجد الآن بفضل الله جل وعلا، ثم يجلس الشباب بين يدي شيخ أو إمام أو داعية أو خطيب أو واعظ، فيرى الشباب الواعظ في واد، ويرى الشباب نفسه بمشكلاته وأزماته في واد آخر. لابد أن يجد الشاب حلا لمشكلته عند شيخه وإمامه وواعظه وخطيبه. ولذلك الداعية الصادق الأمين هو الذي لا يكون بطرحه الدعوي في جانب
وأمته بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. لا، الداعية الأمين هو الذي يكون طرحه الدعوي موافقا لمشكلات أمته ولواقع أمته، ينظر إلى الناس وإلى أحوال الناس، وينظر إلى الداء الذي استشرى، فيبدأ بالأهم قبل المهم، ويبدأ بالأفضل قبل الفاضل فضلا عن المفضول، ويبدأ بالأصل قبل الفرع، ويبدأ بالكل قبل الجزء، ويبدأ بالثوابت قبل الفرعيات. هذا هو الداعية الأمين، هذا هو الداعية الصادق. الداعية الأمين الذي ينظر إلى واقع أمته، وينظر إلى أخطر الأمراض المستشرية، ويسلط عليها ضوء الكتاب والسنة، ويمد يده الطاهرة المتوضئة بقلب مملوء بالحب والرحمة والأدب والتواضع، لا يخاطب أمته من منطلق أنا العالم وأنتم الجهلاء، لا 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 لا، أنا العالم وأنتم الجهلاء، أنا التقي وأنتم الضلال، أنا المتبع وأنتم المبتدعون، لا حاشا لله. هذا خطاب لا يمكن أبدا أن تقبله الأمة، ولا يمكن أبدا أن يصل به الداعية إلى القلوب، ولا يمكن أن يصبر به أغوار النفس البشرية. وإنما يجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون ذليلا لله، وأن يكون منكسرا لله، وأن يكون متواضعا لأمته، لآبائه ولإخوانه، حتى لطلاب علمه لا ينبغي أبدا أن يعاملهم من عل أو أن ينظر إليهم من برج عاجي. الداعية الأمين الصادق هو الذي يبدأ مع الناس من حيث انتهى إليه فهمهم، لا من حيث انتهى إليه فهمه. لا لا، تاني دي معلش، أقولها تاني. الداعية الصادق، اللهم اجعلني وإياكم منهم، الداعية الصادق الأمين هو الذي يبدأ مع الناس من حيث انتهى إليه فهم الناس، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي أو فهم العالم. فالعالم يرى الفتنة قبل أن تقبل، العالم يرى الفتن قبل أن تقبل. عنده بصيرة، عنده نور، عنده الفهم للقرآن وللسنة، فالعالم يرى الفتن قبل أن تقبل. أما غير العلماء يرون الفتنة بعد أن تدبر، وبعد أن تحط رحالها ويفتتن بها من افتتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الفرق بين العالم والجاهل، أو بين العالم وغير العالم. فالداعية الأمين هو الذي ينظر إلى واقع الأمة، ويسلط على الأمراض ضوء الكتاب والسنة، ويستل جرثومة الداء المستشري في جسد الأمة الضخم الكبير بيد بيضاء نقية متوضئة طاهرة، بقلب محب، بقلب مفتوح، لا يخاطب أمته ولا يجلد أمته من منطلق أنه قد نجا وأن الأمة جميعا قد هلكت. لا، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم بالفتح، والضم أبلغ بلا شك كما قال الإمام النووي وغيره، لكن يجوز فعل وجهان، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك. طولت شوية النفس في المسألة دي، لأن أنا أخاطب الآن يعني شريحة كبيرة جدا من سادة الأمة وقادة الأمة، من أساتذة التوجيه والتربية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الأمة، وأن ينفع بهم شبابنا، إنه على كل شيء قدير. أقول يعني هؤلاء الأفاضل بفضل الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يجعلوا العمل الدعوي وظيفة، وإنما يجب أن يجعلوه رسالة، يعني من باب الطرفة، وهي يعني ليست نكتة وإنما هي طرفة لكنها واقعية. يعني بعض الأحبة يقولون لي، يحلفون لي بالله، أنهم ذهبوا إلى جامع من الجوامع الكبيرة في صلاة الفجر، والباب لازال مغلقا، والمساجد بدأت تؤذن، فيطرقون على الباب، وإذ بالأخ بفضل الله الموجود المسؤول يرد عليهم بعد ما يعني طرقوا بشدة، قال لهم دي مش ورديتي، مش ورديتي، يعني مش هصلي، يعني مش هفتح المسجد، هذا يليق؟ ما يليق أبدا. ثم أنا أنصح إخواني والله العظيم بحب، والله بحب، أرجو أن محدش يزعل مني وقل ده أنا بتفزلك عليه، لا والله أبدا. يعني الأخ المنبر له سمت، المنبر له سمت، ما ينفعش يعني قدر الله لي أن أكون مأموما، وأنا أحب من آن إلى آخر أن أصلي مأموما لأتعلم من إخواني ولأستفيد ولأجدد إيماني بسماعي لإخواني من العلماء، فقدر الله أن أكون مع أخي الحبيب
يعني الفاضل الدكتور محمد عبد السلام في طريقنا إلى سفر ما، وفي يوم جمعة ولا جمعة على المسافر، لكن قلت له تعالى نصلي كذا يعني نجدد الإيمان ونسمع إخواننا ونستفيد. فدخلت سبحان الله وإذ بي أتابع الخطيب وأنا جلست أمام المنبر، ويعني أطرقت وظللت يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتقي الإمام المنبر. وارتقى الإمام وإذ بي يقول السلام عليكم، فنظرت وعليكم السلام، أنظر ودققت النظر فرأيت منظرا بشعا جدا جدا. رأيت شابا من أولادنا يرتقي المنبر، عزكم الله، يلبس الثوب الأبيض الشفاف، يسموه الثوب الزبدة ده، الأبيض الشفاف جدا، ويلبس تحت الثوب يلبس سروالا صغيرا، السروال الصغير المعروف، ليس الشرطة الكبير ولا حتى السروال الطويل. أنا تعجبت، مشهد غريب. ثم نظرت فوجدته لا يلبس شيئا على رأسه، وأنا يعني لا أقول بأنها يعني من شروط صحة الخطبة، لكن في شيء يعني من المروءة. ثم وجدت حلق، معرفش الحلقة بتسموها حلقة كابوريا، حلقة كابوريا، معرفش كابوريا ده أبو مش عارف، بيقول أبو جلام بنيم على جنبه كلام عجيب كده، معرفش معرفوش يعني حلق كابوريا. فأنا نظرت سبحان الله في إذ بالأخ اللي جنبي، بقول له يا أخي هو الخطيب النهاردة ما جاش؟ قال لا، ما هو على المنبرة. قلت له هو ده الخطيب؟ ده خطيب هذا الجامع الجامع الضخم ده؟ قال لي آه ده الخطيب. قلت له ده اللي بخطب كل جمعة؟ قال لي آه كل جمعة. يا الله، ينفع كده؟ وبعدين أول كلمة الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، ليه كده يا أخي؟ الحمد لله ليه؟ أما فين حرف الجر ده؟ الحمد لله يعني الأمور القواعد الأساسية، اللغة على الأقل، الأصول الكبيرة. أنا ممكن أخطأ، وارد جدا أزل في اللغة، بس ما يعني لا أنصب الفاعل، لا أنصب الفاعل ولا أرفع المفعول. فلا بد من أن يعي إخواننا هذه الأصول. وأنا أقول اللغة هي وعاء العلم، اللغة وعاء العلم، فمن لم يملك هذا الوعاء فلا علم عنده ولا علم معه. لا داعي لهذه اللهجة العامية الشديدة في عاميتها. لا حرج أن أستخدم بعض الألفاظ وبعض الكلمات لألطف بها الموقف، لأفسر بها كلمة من كلمات اللغة التي لا يستوعبها الناس لبعدنا عن مشكات النبوة الساطع، لا حرج، إنما تبقى الحلقة من الألف إلى الياء بهذه العمية الشديدة في عميتها، أو الخطبة بالعمية الشديدة في عميتها، كأنني جالس على مصطبة بلغتنا في بلادنا. لا 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 لا، مش انت لسه بتقول دلوقتي يا مولانا يجب على الداعي الصادق الأمين أن يخاطب الناس من حيث انتهى إليه فهم الناس، لا من حيث انتهى إليه. هذه تختلف عن تلك تماما. لابد أن نرتقي بمستوى أحبابنا ومستوى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. وبعدين اللغة، اللغة كلها جمال، وبعض الناس يتصور أن اللغة العربية لا يفهمها الناس. هذا اتهام باطل، هذا اتهام باطل لأمتنا. وإن أردت الدليل على بطلانه فاسأل أي أب من أبائنا وأي أم من أمهاتنا وهي تسمع القرآن الكريم، والقرآن بلسان عربي مبين. اسأل الوالد واسأل الوالدة، ليس بالضرورة أن يفهم الأب أو أن تفهم الأم كل لفظة من ألفاظ الآيات التي تليت عليه، ليس بالضرورة، لكنها تفهم المعنى العام. نعم، تستوعب من المعنى العام ما يجدد إيمانها وما يقربها من ربها جل وعلا. فلا ينبغي أبدا أن نتنازل عن اللغة العربية بدعوى أن الناس لا يفهمون. لا يا أخي، الناس يفهمون بفضل الله جل وعلا، وأمتنا تفهم اللغة بل وتتذوق اللغة بفضل الله جل وعلا. وأنا أقول من من آبائنا ومن من أمهاتنا لا يفهم لغتي، وأنا لا أتكلم إلا بالعربية وأصر عليها بفضل الله تبارك وتعالى. من من آبائنا وأمهاتنا في البيوت الآن لا يفهم ما أقول؟ لا أحد، والله العظيم لا أحد، لأنني أختار لغة عربية سهلة سلسة جميلة. ليس بالضرورة لأتكلم العربية أن أتقعر وأن أبحث عن غوامض اللغة ودقائقها وخوافيها، ليس بالضرورة. هذه فزلكة لا تحتاج إليها الأمة الآن، وقد تكون يعني قد يكون مناطها بين علماء اللغة المتخصصين من أهل البلاغة على العين والرأس، فأنا عاشق للغة. أما أن
نعرض عن العربية بهذه اللهجة العامية الشديدة في عاميتها بدعوى أن الناس لا تفهم إلا هذا، فأنا لا أقبل هذا على الإطلاق، بل وأرجو من إخواننا وأحبابنا أن يراجعوا خطر ما أقول، لأن أعداءنا من أصول منهجهم وخطتهم للقضاء على القرآن الكريم أن ينشروا اللهجة العامية، لأن اللغة العربية لغة القرآن، فهم يريدون أن يقضوا على لغة القرآن، على لغة العرب. ثم أنا أقول، من من الناس لا يفهم نشرة الأخبار؟ من من أحبابنا من آبائنا وأمهاتنا لا يفهم نشرة الأخبار؟ المادة الوحيدة التي تقدم إلى الآن على شاشات الفضائيات باللغة العربية هي النشرة الإخبارية، وأنا أعجب، الناس جميعا يفهمون. فأنا أرى أن اتهام الناس بأنهم لا يفهمون العربية اتهام باطل، فآباؤنا وأمهاتنا بفضل الله جل وعلا على مستوى من الفهم والإدراك، لا يجوز لأحد البتة أن يقلل من شأنه أو من قدره. يعني خذوا هذه الطرفة أيضا، قدر الله عز وجل، هذه من باب اللطيفة، يعني أن أكون أيضا مأموما في جمعة من الجمعة، وسمعت خطيبا من إخواننا يتكلم باللهجة العامية الشديدة جدا، وإذ به يتحدث في موضوع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، ألا هو موضوع الفتنة التي وقعت بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضحت بفضل الله جل وعلا الحق في هذه الفتنة، واستخرجت هذا الحق من بين ركام الباطل في الحلقات بفضل الله، أو في الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى، أو في الكتاب المطبوع الآن، أسأل الله أن ينفع به الأمة. الشاهد بيتكلم في هذا الموضوع، سامحوني بقى على الكلمات اللي قالها وحنقلها، يعني يقول أخونا، أنتوا عارفين يا أولاد، بيخاطب الناس بقى، بيخاطبنا احنا في المسجد، وقدر الله أن أكون ولدا من هؤلاء الأولاد في هذه اللحظة، يعني أنتوا عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، انتوا عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل معاوية بعت لنيلة، ايه ده، يقصد ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ارسل لنائلة زوج عثمان رضي الله عنها، عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل معاوية بعت لنيلة وقال لها يا نيلة عثمان اتقتل، وانا انت عارفه ان كان لي رغبه اتجوزك قبل ما ياخدك عثمان، وانا عاوز اتجوزك بعد ما مات عثمان، ايه ده، فقالت له ايه اللي عاجبك فيه يا معاويه، قال لا عيونك، يا عيوني، وده ينفع يا حبيبي، ينفع الكلام اللي اتقال على المنبر، ايه اللي عاجبك فيه يا معاويه، قال لا عيونك، قالت له حاضر استنى استنى، ودخلت، بيقول دخلت خلعت عيونها وحطتهم في طبق وخرجت، بس أنا مش عارف هو نسى يقول خرجت إزاي بدون عيون، ما هي خلاص خلعت عينيها وحطتهم في طبق وخرجت، وقالت له إيه، قالت له معاوية شايف، قال لها أيوه، قالت له اللي أنت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع، ينفع كده يا ناس، ينفع الكلام ده يتقال على المنبر، لا يليق أبدا، مأساة، انا مأساة بقوله عشان ما حدش يقول انت، لا بقول الحق بفضل الله تبارك، ما لنا وما علينا، مأساة كبيرة. ثم هناك منبر اخر بيتحول الى وكالة انباء، الى نشرة اخبارية، هذا منبر اخر او منبر ثالث، يتحول المنبر الى نشرة اخبار، والناس يعني رؤوسها قد صدعت من الاخبار، وقلوبها قد تصدعت من الاخبار، الناس لا تطيق الآن، أعلم كثيرا من الناس، لا أنا شخصيا والله لا أقدر أن أتابع النشر بعيني لما أرى من مآسي، قد أسمع بأذني وأنا مستمع جيد جدا للراديو، أستمع جيدا للراديو لنشرات الأخبار فقط، لكن لا أحب أن أرى هذه المآسي أي أبدا بعيني، ويجب أيضا أن أكون متابعا لأحوال العالم بصفة عامة ولأحوال أمة الجريحة بصفة خاصة، حتى لا أكون في واد وفي الوقت الذي تكون فيه أمة الحبيبة في واد آخر، هذه أصول، لكن أحول أنا المنبر إلى وكالة أنباء أخرى، هذا لا يليق يا أخي، أنت عاوز تقول أنه ما فيش سياسة في الدين، لا إطلاقا، ديننا
فيه سياسة وفيه اقتصاد وإعلام وتعليم وتربية وجهاد وأخلاق وعقيدة وعبادة كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا أقول بهذا حاشا لله أبدا، لكن ما حولش المنبر إلى وكالة أنباء الناس جاية مجروحة أصلا، لكن تريد أن تسمع مني حكم الله وحكم رسولي في هذه القضية التي صدعت وكالات الأنباء رؤوس الأمة بها. أنا مش عاوز يعني، ما هو مش جاي المسجد عشان يسمع، ما هو يا عم طول اليوم أو طول النهار عمالين المحلل الاستراتيجي والمحلل البطيخي والمحلل، ما خلاص الناس رؤوسها صدعت، هو جاي يريد أن يسمع حكما لله، يريد أن يسمع حكما لرسول الله في نفس القضية السياسية المطروحة بطريقة أخرى على أيدي المحللين والاستراتيجيين والعسكريين والسياسيين والأدباء والصحفيين والكتاب إلى غير ذلك. هو يريد أن يسمع طرحا آخر، يريد أن يسمع طرحا آخر من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هو ممكن؟ ممكن، بل ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال ربنا، كل شيء له حكم في كتاب الله وله حكم في سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. إذن أيها الأحبة، يعني هذه خواطر، يعني ما لنا وما علينا، فأنا أقول يجب على الأمة ابتداء أن توفر لسادتنا وأئمتنا وإخواننا من العلماء والدعاة والخطباء والوعاظ، أن توفر لهم الرواتب المغنية التي تمنع أحدهم من أن يمد يده لأي أحد، وأن توفر لهم المكتبات العلمية الكاملة ليستطيع هذا الإمام وهذا الداعي إلى الله جل وعلا أن يقرأ. ثم يجب على الإمام بعد ذلك إن لم يقدر الله عز وجل هذا أن يجتهد بنفسه وأن يصدق مع ربه تبارك وتعالى، وإن صدق الله صدقه، وأن لا يجعل عمله الدعوي وظيفة حكومية، وإنما فليجعل عمله رسالة ربانية نبوية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليكن على يقين مطلق أن الله جل وعلا سيرزقه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب، فهو القائل تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ياكم السداد والإخلاص والتوفيق. فأنا أقول ضعف دور المؤسسة الدينية سبب من أخطر الأسباب التي تبرز حاجة البيوت لمنهج حدثني أبي. نعم، مع هذا الضعف الحالي يجب على الوالد أن يجلس مع أولاده وأن يسمعهم عن الله تبارك وتعالى، وأن يسمعهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد ما استطاع. بمعنى بفضل الله جل وعلا هناك أئمة وهناك دعاة بارزون مبرزون في الأمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول لك أخي، لا تتكاسل في أن تبحث عن هذا الداعي. أسافر؟ سافر، ده ما يعتبرش شدا للرحلة، لا 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 إطلاق، لقد شد السلف جميعا الرحالة لطلب العلم. أنت تذهب بنية أن تتعلم وأن تسمع. فهؤلاء الدعاة الرموز في الأمة الذين هم نبض الأمة، نبض الأمة الحقيقي، وهم قلة بفضل الله جل وعلا، أسأل الله أن يكثر في الأمة سوادهم. أقول يجب على المسلم أن يصطحب أولاده إن كان عاجزا عن منهج حدثني أبي، إن كان عاجزا عن أن يسمع أولاده عن الله وعن رسول الله، فليصطحب أولاده إلى هؤلاء العلماء وإلى هؤلاء الدعاة. وأحمد الله إليكم أن سخر لكم مثل هذه الفضائيات ليتابع كل مسلم الآن هؤلاء الأفاضل في الأمة، وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا الآن على شاشات الفضائيات، ما أكثرهم على شاشات الفضائيات بفضل الله ليتابع هؤلاء وليتعلم منهم. يعني أفخر وأشرف بأن أقول قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى، هذا المنبر الطاهر العف، هذا المنبر الكريم المبارك الذي يجد فيه المسلم نهمته وبغيته في أي باب من أبواب العلوم الشرعية. وأشهد الله أن هذا ما كنت أقصده وأريده من إنشاء هذه القناة الطيبة المباركة. فيستطيع الآن أي مسلم، وتستطيع الآن أي مسلمة، أن تبحث عن المنهج الذي تريد في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في السيرة، في اللغة،
في التربية في أي جانب من جوانب العلوم الشرعية يستطيع المسلم الآن بفضل الله أن يتلقاه وهو في بيته. يحتاج الأمر فقط منك إلى إخلاص وإلى همة وإلى عزيمة وإلى إرادة وإلى صدق نية، وأن تجلس كجلسة طالب العلم بين يدي الشيخ ومعلمه. وأردد الآن بحب وبتقدير ما قالته لي أم فاضلة في الأردن، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن وأهلها وجميع بلاد المسلمين، حين أقسمت لي بالله وكنت ضيفا على ولدها جزاه الله خيرا يوم الجمعة التي خطبتها في الأردن بعد الغداء، وقالت لي: والله يا شيخ محمد أقسم لك بالله، وهي سيدة مريضة أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، تقول: أقسم لك بالله إذا رأيتك على الشاشة تتحدث عن الله وعن رسول الله أستحيي وأنا في سريري أن أمد قدمي. إلى هذا الحد. نعم، فيه نماذج غاية في الخلق وغاية في الأدب في الأمة. نعم، تتأدب مع الله ومع رسوله ومع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توضأ ولبس عمامته ومشط لحيته ووضع الطيب وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، ويقول: أريد أن أجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المحبون، هم الصادقون. الشاهد يستطيع المسلم الآن بفضل الله جل وعلا أن يبحث وأن يختار المنهج الذي يريد أن يتعلمه وأن يتعرف عليه، ليتجدد إيمانه وليزداد قربه من ربه سبحانه، ولتزداد معرفته بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عجز الوالد كما قلت عن منهج حدثني أبي ولم يستطع أن يعلم ولده أو أن يعلم ابنته، فحي هلا بك أيها الوالد الفاضل، أنت وأهلك، أنت وزوجك، أنت وأولادك، إلى بيت من بيوت الله بين يدي عالم من علماء الأمة الربانيين وداعية من دعاة الأمة الصادقين، لتسمع منه عن رب العالمين وعن سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. والآن تستطيع بفضل الله أن تتابعه على شاشة فضائية مباركة كهذه بفضل الله جل وعلا. لكن لا يجوز البتة مع هذا الفضل أن نهجر المساجد، لا يجوز أن نهجر المساجد أبدا. أنصح العلماء والخطباء والدعاة إلى الله جل وعلا ألا يكتفي أحدهم بفضائية من الفضائيات، ببرنامج على شاشة فضائية، لا، يبقى المسجد هو الأصل وتبقى رسالة المسجد هي الأصل، ولا يجوز البتة أن نهجر المساجد، ففيها رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. نعم، يرى الناس ويرى طلاب العلم الشيخ بين أيديهم، ينظرون إلى وجهه وينظرون إلى سمته وينظرون إلى هديه وينظرون إلى قوله وينظرون إلى فعله وينظرون إلى صلاته وينظرون إلى تعامله مع الناس، متى يغضب ومتى يحلم، متى يشتد ومتى يلين. هذه التربية، وهذا هو المنهج والأسلوب الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا ينبغي أن نقلل من دور المسجد، ولا يجوز لأمتنا أبدا أن تحول بين شبابنا وبين المساجد، لا، لأن الشباب يعني حريص على أن يتعلم، شباب الأمة مجبول على الإيمان، مجبول على حب الدين، معذرة، مجبول على حب الدين، على حب التدين، وأسأل الله أن يكون كذلك مجبولا على حب الإيمان، أسأل الله ذلك. فشبابنا مجبول على حب التدين، عنده فطرة. فإن لم يتلقى شبابنا العلم في المساجد في النور سيتلقونه في الظلام، وسيأتي علمهم مظلما بظلام البيئة التي يتلقون فيها العلم. وإن لم يتلقى شبابنا وأولادنا العلم في المساجد وأبوابها مفتحة والنوافذ مفتحة، سيتلقى أولادنا وشبابنا العلم تحت الأرض في السراديب، وسيأتي علمهم منحرفا انحراف السراديب التي يتلقون فيها العلم. لذا أنصح المسؤولين في الأمة، في الأمة كلها، ألا يحول بين العلماء
وبين المساجد. لا تكفي الفضائيات، أقولها لله، الفضائيات لا تكفي، الفضائيات لا تكفي. فلا ينبغي أن يحال بين العلماء وبين المساجد، ولا ينبغي أن يحال بين الشباب وبين العلماء، بل يجب أن يكون الشباب ملاصقا للعلماء، وأن يكون العلماء بين الشباب بقدر ما استطاع العالم. أعلم وأعلم يقينا أن العالم لن يستطيع ولن يقدر أن يلبي كل الحاجات وكل الرغبات، أعلم ذلك يقينا، فهذا واقع أعيشه، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. وليعذر إخواننا الأفاضل وطلابنا الأعزاء شيوخهم وعلماءهم وأئمتهم إن لم يستطع الشيخ أو العالم أن يربي أن يلبي كل رغبة وأن يلبي كل طلب وأن يلبي كل حاجة. فلا يستطيع العالم الآن لكثرة المساجد ولكثرة الملتزمين أن ينطلق هنا وهناك وهنالك، لا يستطيع أبدا. ومن رحمة الله جل وعلا أن قيض لنا الآن مثل هذه الفضائيات لنخاطب من خلالها الملايين، وذلك فضل رب العالمين على الأمة في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج الأمة فيها فعلا إلى أن تسمع عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ممن لا يستطيع كل مسلم في أنحاء الأمة وأرجاء الأرض أن يتابعهم أو أن يسمع علمهم. يعني كيف كان أحبابنا في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في ليبيا أو في الأردن أو في بلاد الحرمين أو في بلاد الخليج، في الإمارات وقطر وغيرها والبحرين، أن يتابع هؤلاء الأفاضل على الشاشات؟ كيف كان يقدر هؤلاء أن يتابعوهم إلا على الشاشات؟ لا يستطيع هؤلاء أن يتابعوا هؤلاء الأفاضل في مساجدهم. فشاء ربي جل وعلا وقدر بفضله ورحمته ألا تحرم الأمة من علم هؤلاء عبر هذه الفضائيات الطاهرة التي يجب على الأمة أن تدعمها وأن تقف في ظهرها وأن تقف وراءها، لتظل منيرة دائما ولتظل شعلة متوقدة بنور الحق ونور الهدى. ووالله لو علمت الأمة فضل هذا، والله لو علمت الأمة وعلم المسؤولون فضل هذه الفضائيات التي تؤصل الحق بحق، والله لتبنت الحكومات دعمها ولتبنت الحكومات مساعدتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بالحق، لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا وإن غرقت وهلكت هلك الجميع، هلك الطالحون وهلك الصالحون، كما قال سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، قال عليه الصلاة والسلام: حتى لنؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوا ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على إيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الشاهد أيها الأفاضل، من أهم الأسباب التي تبرز أهمية هذا المنهج التربوي، منهج حدثني أبي، ضعف دور المؤسسة الدينية، وأنا لا أنكر ذلك، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال لنتجاهل هذا الواقع، ولكن أقول المسؤولية مشتركة وتضامنية بين الجميع، ولا ينبغي أن نجلد الأئمة والخطباء والوعاظ والعلماء وأن نقول بأنهم هم السبب الأول والأخير. لا، يجب على الأمة أن تكفل هؤلاء وأن تدعم هؤلاء. وأنا أوجه الآن رسالة لأهل الخير في الأمة، وأوجه الآن رسالة لأهل الفضل في الأمة ولأهل المال ولأهل الغنى، ادعموا هؤلاء بكل ما تملكون. فكثير من الناس من أهل الفضل يملك أو يبحث عن الفقراء وعن اليتامى، وهذا شيء جميل، لكن قل من يبحث عن طلاب العلم، ومنهم من هو فقير، قل من يبحث عن طلاب العلم ليدعمه بالمال وبالكتاب وبالثوب الجميل وبالطيب الجميل إلى غير ذلك من ألوان وأنواع الدعم. لا أستحيي أبدا أن أقولها بصوت مرتفع لأحبابنا وإخواننا من أهل الفضل في أمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يتم عليهم النعمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ضعف دور المؤسسات الدينية خطر عظيم يجب على الأمة أن تدركه، يجب على الأمة أن تدركه، والأمة تحصد الآن ثمرة هذا الضعف.
الأمة تحصد الآن ثمرة هذا الضعف. يا أمتي يا أمتي انتبهي، تحصدين الآن ثمرة ضعف دور المؤسسة الدينية، تحصدين الآن ضعف دور العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. فيجب على الأمة أن تنتبه لهذا. انحراف فكري تعاني الأمة منه، وانحراف حركي وسلوكي وأخلاقي في كثير من المواطن والمواقع لا نتجاهله ولا ننكره، لأنه لا يجوز أن نحاكم الإسلام لأخطاء فردية أو حتى جماعية. لكن هذا بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الدور الديني، بسبب ضعف الدور الدعوي إلى الرب العلي، لأسباب كثيرة ذكرتها في ثنايا هذه الحلقة التي أراها من أهم الحلقات. ووددت أن لو يعني وصلت هذه الكلمات لمسؤولين في الأمة، وأنا أقبل يعني رؤوسهم أن يضعوا هذه الكلمات في قلوبهم وفي أعينهم. يعني نحن نعاني الآن من التطرف كما يقولون، الانحراف الفكري والانحراف السلوكي عند البعض، عند البعض. ولذلك أقول لا ينبغي أن نخاطب هؤلاء الذين انحرفوا فكريا أو سلوكيا بهذه اللهجة التي نخاطبهم بها، شوية سمكرية، شوية معذرة في اللفظة، يعني سامحوني والله بلاش، خلاص ما فيش داعي نقول اللفظة السيئة دي، إلى غير ذلك من الكلمات التي نتهم بها هذا الشباب. طب ما نعلم هذا الشباب، نعلمه ونخاطبه بحب، دول أولادنا، هؤلاء أولادنا، فلنخاطب هؤلاء بحب. هو يريد أن يخدم دينه لكنه لا يفهم، لكنه أخطأ في الفهم وأخطأ في السلوك في التطبيق، فلنخاطب هؤلاء، لأن الفكرة لا يعالج إلا بفكر، والعقيدة لا تنتزع إلا بعقيدة. فإن كان هذا الولد من أولادنا يحمل عقيدة فاسدة وفكرا منحرفا، فلنصحح له بأدب وبحب بغير استعلاء وبغير كبر. أما نقول أنت كذا وأنت كذا وأنت جاهل وأنت غبي وأنت وأنت وأنت، لن يسمعني أبدا، ولن يجد عند الأبوة الحانية ولا الرحيمة. أنا أريد أن أبين له الحق، تعال يا ولد الحبيب، أنا أقدر حماسك للدين وأقدر إخلاصك للدين، لكن هذا خطأ، وهذا الفهم خطأ، وهذا السلوك خطأ. والدليل على ذلك قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. أصحح له بأدب بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنجني الثمار. نعم سامحوني، هذا سبب واحد تعمدت الحقيقة أن أفرد له هذه الحلقة، ووددت أن لو جعل الله عز وجل لهذه الكلمات أسماعا وقلوبا واعية، وددت أن لو سمعها كل مسؤول في أمتنا الحبيبة، لا في مصر فحسب بل في أمتنا الحبيبة. أنتم تعانون الآن من خطر التطرف الفكري والسلوكي، ابحثوا عن السبب. أخطر من أخطر هذه الأسباب ضعف الدور الديني الدعوي، ابحثوا عن أسباب هذا الضعف وساعدوا في إزالته، فضلا عن تدعيمه وتقويته بالأسباب التي ذكرت بعضها وبغيرها من الأسباب التي يؤصلها ويعرفها علماؤنا وسادتنا من أهل التوجيه والتربية، لنجني جميعا ثمار الأمن والأمان. وهذا لا يمكن أبدا أن نحصله عند شبابنا وفي واقع أمتنا إلا بالفهم الصحيح عن الله وعن رسول الله. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شبابنا وأولادنا، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يجزي عنا سادتنا وعلماءنا وأئمتنا وخطباءنا ووعاظنا خير الجزاء. وأسألكم بالله أن تسامحوني إن كنت قد تكلمت كلمة قد جرحت أحدا أو أساءت إلى أحد، فأشهد الله أنني ما تكلمت إلا بالحب، وما أنطقني إلا الحب وإلا التقدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأرجو أن تسامحوني وأعتذر لحضراتكم لعشرة أيام مقبلة
بإذن الله تعالى ألا أكون معكم على الهواء مباشرة، لأني إن شاء الله تعالى مسافر غدا لأداء العمرة. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأود أن أوجه اعتذارا آخر لطلابي وأحبابي في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة لعدم حضوري، وربما أتأخر عليهم لما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، فأرجو أن يسامحوني لأني قد تعودت أن أعتذر لهم بنفسي، وهذا أنا أعتذر لهم على الهواء مباشرة. وأسأل الله أن يبلغ الشاهد أو الحاضر منهم الآن الغائب، وأسأل الله أن يجمعني بهم وبكم دائما على خير وبركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.